بسيط اذا سمحتوا لي، ما راح اطول ان شاء الله. ومفروض اني ماني مطول لاني انا حاطم فرشتي على الثيل، والثيل كله ما والفرشه ما، فالدنيا رطرطه، فما ماني مرتاح، والقمر مكتمل، فالزعله قريبه، لان ما ادري انا ترى انا قاعد علمتكم انا حزب الاكتمال القمر، ظهور المستذيبين والدنيا، والاساطير ترى كلها تظهر في الاوقات دي، يعني السعلوه ترى تظهر في مثل الليالي دي، فالاساطير يعني السعلوه هذه فتاه جميله جدا تظهر للقوافل، القوافل في الصحراء فيشوفونها على نور القمر، يشوفونها فيجون يسلفون معها ويضحكون، وتضحك وتسلم معهم، الله يرجكم يا عيال. فعلى طول تمسك رقبه الرجال، اليوم انا مسكت رقبته تبدا تاكل رقبته منه، تاكل 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 فيه، ويصيح وتاكل تاكل تاكل لين ما تبقى الا عراقيب الرجال، عراقيبه طايحه بس تمشي فمها وتروح تمشي معها. فاللحظات دي انا متضرر الوحيد من طول سناباتي، لان الموضوع ما عاد موضوع فرشه وما بديت احس انا ممكن اغرق، انا لازم اني اختصر بسرعه، وحتى في ظل الظروف المناخيه يعني انا عارف الاخلاق والوضع الراهن، يعني انت جزء بسيط يعني من الناس. انا قلت واحد من اخويانها ابو زيدان اليوم انا راح للسوق ولا باع، يجي ويتلطم ويقول ايش فيك ابو زيدان، يقول الاخلاق وسط، يعني لا تزودونها معي تنزل، وسط خلوها وسط العادة حد. فأنا بدخلك دام من الأخلاق وسط، يعني الحد عشان أدخلك في لب الموضوع بالضبط. أنت تخيل معي أنك شخص اجتهد في حياتك اجتهاد عظيم جدا، كونت لك أسرة، ورزقك الله بوليد قرم، تشوفه يكبر قدام عينك لهلوب لك، أمل فيه في المستقبل كبير مرة. فيوم من الأيام وأنت جالس في الصالة ولدك عمره 9 سنوات 9 8 اللي هو داخل عليك سيجارته، هنا طرف سيجارته، يدور لك قارورة فيها مويه ربع عشان يقطف يتلفت، وش الشعور الداخلي اللي بيجيك انت تشوف؟ اترك انفعالك انك بتضرب وهو بتسوي، اول شعور خذلان يجيك ان يلعن بليسك بدري مرة، يعني زود انه خطأ كارثي، حرام انت توك ورع، توك انت بدينا هذا ولدك اللي انت دونه في كل شيء والتحامي عنه في كل شيء والدافع عنه في كل شيء، فأنت قاعد تشوف ولدك صغير قدامه حياة تعيسة صحية يعني بشكل لا يعلمه إلا الله، صغير يعني ما أتكلم عن واحد، أنت من الحاجات اللي قهرتك إنه ما كبر واتخذ قراره، يعني هل يدخن ولا ما يدخن، ولا يعرف مضاره، يعرف مشاكله، يعرف دنياه، يعرف أموره، فدخن ما جيت فرصة القرار ذا، وشوف سيجارته يدخن، فما بالك انك تكون انت السبب، بكل بساطه انت السبب فاللي صار الولد كذا. تعرف انت لو انك مدخن يومي في البيت، بس مدخن يومي في البيت عند عيالك، هم جالسين في الصاله، زوجتك، بناتك، تدري ان كان ولدك مدخن ما يقارب 150 سيجاره في السنه؟ لو انك انت مدخن يومي، تدري 150 سيجاره في السنه انه يصنف ولدك مدخن؟ عشان كنت بس تدخن عنده في البيت، انت ما اعطيته فرصه، أنت ممكن تمنعه لا يدخن، أنت تخاف عليه من كل شيء، أنت خليته مدخن. أنا لو تشوفني في مجلسك جالس وأطلع بكت طال عمرك وأطلع السيجارة وأعطيها ولدك الصغير وأقول دخن، شو بتسوي بي؟ أقسم بالله لتهبل عقلي، لأنك أنت كمدخن تعرف كل مدخن على وجه الأرض يعرف أضراره، كل مدخن، هذا جلستي مع جميع المدخنين يدرون، ولكن هذا ابتلاء، يعني بعضهم يحاول يترك بعضهم ابتلاء. فأنت لو تشوفني أعطي ولدك سيجارة جننتني، أهنتني هانا ما مرت، وأنت قاعد تسوي نفس الشيء، أنت قاعد تدخن عنده، هو يجي يدخن سلبي، دخان السلبي ذا بيدمر صحته، يعني أنت فعليا ما أنت بحاسبها، لأنك تحس إنه ما يكن ولا يدخن ولا معه، هو جالس هناك وأنا أدخن هنا، ولا طالع معه في مشوار طال عمرك وسيارتك وتدخن وأنت، يعني إني فاتح القزاز يعني خدعت السرطان يطلع من القزاز يقول ممدان يلقطه، يا مدخن ذا معك ولدك، بناتك، زوجتك اللي معك السيارة، مدخنين معك كلهم، ليه ما عطيت أهلك ومحيطك وأصدقائك وأسرتك فرصة؟ يعني أنت يوم دخنت أنت قررت، ترى أنا ما جاي بنصحك، والله ماني بنصحك وماني بنصح اللي يدخنون، بعدين أعرف القمر مكتمل على الحياة والأخلاق، كيفك أنت عارف، أنت عارف ومقرر، وأنت تدري إيش مضارة، تعرف وش تسوي، هم قرروا ما لهم ذنب، هم بيمرضون بسبب دخانك انت عندهم،
ترى عيالك يستحون منك، اخوياك اللي حولك يستحون منك، هل ما يدخلوا يستحون والله. فانت ثقلها مرات انك تقول لخويك يعني، وادري ان في جزء كبير بالمدخنين غلبهم والله، نبي اذا دايم يقول قم عن الدخان ولا بيقوم عنك ولا يجلس في الزاويه ولا اذا جاي يدخن يقوم، في جزء عظيم نبيل منهم، بس عيالك ترى يستحون، اللي بني خيك اللي حولي يستحون. شوف قم دخن بس بعيد عنهم، شفت وين اقل، شفت وين وصلنا، شفت في معنا خلاص راح عنهم بعيد، الله يحفظك، عطهم عطهم اكسجين بس. بعدين ترى انت اذا كنت غير مدخن يعني وضايق مدخن بجنبك في مجلس ولا في جلسه ولا شيء، لا تتوقع ترى انك اذا قلت له معلش الدخان ضايقني انه بيكابر ويجي يقطف في حضنك، يعني تراهم رجال عليهم العلم اساسا، هو اذا حس ان الدخان ضايق يقوم يطلع، ولكن احنا مرات من باب الحياه يعني نحلف ان فلان لا تطلع ابو فلان دخنينا دخن، انت راك تضر المجموعه دي كلها اللي ما يدخنون ضرهم، فانت اساسا ما ترضاها الحاضرين، هم بيقولون لك، هم بيقولوا لك الرجل لا تعال تدخن عندنا، اقعد لا تدخن عند الرجل، راح مع اي مغير سيجاره في دقيقتين وانت خلاص يعني، وعسى الله يعني انا حالف اني ما انصحكم ولا اني بنصح. ترى جزء كبير من المدخنين مدرك الموضوع ذا، يعني في واحد من اخويانا يعني هذا مو بيدخن، هذا يحترق عندك اذا شفته، تشوف دخان حالته، هذا اذا دخن ياكل القطفه ما ينطلها ياكلها يعالجها، يعني عارف بيبسيك اللي اليوم انك صديت عنه يقطف فيه قطف، كان يشب الرجال عندنا دخان يا امنا، فجيت هالمعلومه ذي جيت والله لان احنا رفيقنا ونحبه ومستحيين وما حد انهرج ولا حد ونقدره اليوم انه قام وقلنا لا اعود، خطا منه كان خطا كبير يعني، بس انه المفروض ان المبادره تجي منه هو، جه تلميح الموضوع ذا مهم منه من طرف خارجي يعني، ما عاد دخن عندنا والله، ما عاد دخن عندنا يا جماعه الخير، يدخن باقي هو مستمر الدخان بس ما يدخن عندنا، يطلع مكان مكشوف يدخن، يجي يسولف معنا تقهوى معنا ينبغض سيجاره طلع، ما ضر غيره، ما حس بالمسؤوليه، هو مبتلى بس حس بالمسؤوليه، فحقك انت يا غير مدخن انك اذا كنت في مكان مغلق ولا مكان ممنوع فيه التدخين ودخن واحد انك تطلب منه ادبا، تطلب منه يعني ترى دخان لحل، بس النامس يا عيال اللي عفيني يعني، اقول لك انت يا غير مدخن اذا جيت في مكان ممنوع فيه التدخين ولقيت واحد يدخن اطلب منه ادبا انه لا يدخن، انت ما اخترت انك تمرض، انت ما اخترت الامراض والسرطانات والدنيا دي، انت ما اخترتها لنفسك، فلا يبتليك ابن الاجواد اللي يدخن يعني، وتراهم تتوقع والله ما يكابرون، والله اني ما اذكر اني قلت لشخص يعني الدخان ضايقني بعد اذنك الا هو فاز، يفز هم اختار وعسى